حصة الزيتون هذا العام هي 1650 طن، كما كانت العام الماضي 1650 طن، لأن جائحة كورونا لم تسمح للدول المنخرطة لهذه المنظمة اللجنة الدولية بقيام باجتماع في نوفمبر. في هذا العام هناك 26 ملف طالب اشتراك في حملة الزيتون الحمراء. ابخي ديكزامان تاع هاد لي دوسي بلا كوميسيون شارجي دو سويفي لورغانيزاسيون تاع التنغوج، يكون هناك ضبط عدد البواخر اللي سوف تقوم بحملة الزيتون الحمراء. استطاعت الجزائر أن تحصل على اتفاق بتسمين كمية تقدر ب1800 طن، وبالتالي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في صدد العمل من أجل وضع هذه لي فيرم لونغاسمون تاع التنغوج عن طريق مع الفاعلين مع المهنيين، وكذلك نقوم بوضع إطار قانوني بحيث الوزارة في صدد تقديم مشروع قانوني لضبط هذه العملية تسمين التونة الحمراء. منذ 2010 تقوم البواخر الجزائرية بصيد التونة الحية فقط، التونة الحية التي تسمن في دول أخرى، ولكن وتصدر إلى الخارج، ولكن من واجب وزارة الصيد البحري والتي قامت به هي تطوير هذه الزيتونة الحمراء الميتة. سوف تخصص للمنتوج المحلي. قمنا بإعطاء تعليمات إلى المديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في 14 ولاية بالاتصال وبالعمل مع المهنيين لكي يحصوا الراغبين في المشاركة في هذا النوع من الزيتونة الحمراء الميتة. La pêche à Tangouche Hadia, qui est soumise à une délivrance d'un permis de pêche, doit faire l'objet d'un paiement de redevance. La demande de redevance en 2020 est à 8,5 milliards de centimes pour 2020. En 2021, nous n'avons pas parce que nous n'avons pas le nombre de navires.